كثيرة هي أسباب وفاية الأطفال والأمهات، لعل أبرزها بعض المراكز الصحية وضعف البنيات الطرقية بالقرى، وضع عاشته لسنوات ساكنة دوار إنمل بعملة ميدلت قبل إنجاز أشغال التهيئة همت مسالكها الطرقية. حسين الحنشاوي وأحمد فاضلي. الطريق من وإلى إنمل لم تعد نذير شؤم، هي اليوم عنوان كبير للأمل والانفتاح. الساكنة التي استبشرت خيرا حلمها الوحيد طي صفحة الماضي. دبزوا معها الطريق وخرجوها في هذه الجبل، انت تشوف هذه المنطقة الجبل كيدير، الجبل خطير، وخرجوا الطريق واستفدوا دابا الناس الحمد لله، ما بقات صعوبة. قبل كانوا كيقطعوا في واحد الطريق قديمة في الويدان والشعاب وكيحمل ذاك الواد كل سنة وكيبقاو الناس في الخلا. اديت واحد ولدي للسبيطار إن مات لي ورديتو على البغال، مشاو معايا لوجو غير ردينا الى البلاد، ودروك حمدنا الله وشكرناه. كتكون كتكون المرضى عندنا وها لابيلانس كتجي والطريق راه مسرح. كان اذا كانت الحمله اذا كانت المراه مريضه كانت ديوها على البغال، ربما توصل السبيطار ربما تموت في الطريق. 30 كيلومتر الى بغينا نمشيو، الى بغينا نمشيو لجيت 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 العماله ديالتنا كان ديوه 30 كيلومتر على البغلاء، ربما يوصل ربما ما يوصلش. دابا الحمد لله راه تحسنت الاوضاع بهذه المبادره. رغم ما تحمله الذاكره الجماعيه من الام، فان المستقبل يعد بالكثير بعد فتح هذا المسلك الطرقي على مسافه 26 كيلومتر. ملي كتسقط تولوج كيبقاو مقتصرين على المنازل ديالهم، وهذه تفتح لهم المجال انهم يدخلوا للمركز، انهم يتبضعوا، انهم ينفتحوا على العالم الخارجي. وكنتمنوا بان الطريق هذه راه هي بالفعل فتحات المجال لمجموعه من المشاريع التنمويه الموازيه كالماء الصالح للشرب كالكهرباء القرويه. لن تنسى الساكنة دور الدواب في نقل ما ثقل أو خف وزنه والصعوبات التي تصاحب ذلك، لكن الطريق سيجعلهم ينفتحون على عوالم جديدة وآفاق.